أما قال فإن منزلتك عند آخر آية، طيب من جاء معه 1000 آية كم درجة سيصعد في الجنة؟ 1000 درجة. طيب ومن جاء معه القرآن كله بعدد آياته؟ فهمت عائشة رضي الله عنها أنه لا أحد يعلو فوق صاحب القرآن في الجنة درجة يوم القيامة. فإذن صاحب القرآن الذي قد أخذه كله كما ينبغي أخذه سيكون يوم القيامة في المحل الأرفع، تدري أين هو؟ في الفردوس الأعلى، جعلنا الله وإياكم من ساكنيه. هذه الكرامة وهذا الفهم الدقيق من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرتبط بعلاقة صاحب القرآن بقرآنه والكرامة التي تنتظره يوم القيامة.